هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم على لافيك اكس دي. اليوم يا جماعة بنتكلم عن التحديث القادم، او زي ما احكيكم تكملة تحديث ميراكلز. سو يا جماعة، زي ما تعرفون امبارح بالليل وصل الايميل، سو كان بيتكلم عن الدراجات، حتنضاف جديد زي دراجة هوكموث يا جماعة المتحولة لصوت هاكوما، كمان دراجة مارينات او دوح سوقة. سو هلا يا جماعة، زي ما احكيكم بالايميل كانوا كاتبين انه بعض من المشرفين، يعني بعض من الادمنز، طلعوا على زي ما احكيكم على الشمس يعني والقمر زي هيك. سو كتبوا يا جماعة انه طلعوا هنيك، بس لما نزلوا على الارض صابتهم الاكوما، يعني هلا صاروا متحولين. سو يا جماعة هلا بدي اروح اوريكم، هلا بنروح يا جماعة على القمر والشمس، نروح نشوفها بعدين اوريكم الدراجات. سو هلا ثواني شوي نطلع الطيارات. كمان يا جماعة كاتبين كانوا حذفوا، يعني رح يرجعوا الطيارات القديمة زي هاي، وكمان الوحدة الثانية تبع الصيف. سو حيكون فرصة حلوة انكم تقدروا تشتروها، احتمال يرجع بتخفيض قوي. سو يعني هلا يا جماعة انا ما بعرف، هلا هم بالصورة اللي كانوا حاطينها بالايميل كانت كاو جيرل روكسي، وكمان بي يا جماعة كمان حد تاني ايش نسيت اسمها. سو يا جماعة كانوا هدول كانوا فوق القمر، هلا وكانوا هم فوق القمر تمام، بس وراهم في زي ما احكيكم بوابة لعالم تاني، او زي فتحة بالسما. سو يعني زي ما احكيكم بوابة هوكموث يا جماعة تبع الهيفا، مدري. سو هلا اذا ما كنتوا شايفين الشمس شكلها طبيعي، ما في شيء ابدا يعني هلا حاليا. هلا اتوقع بالتحديث القادم حيصير في تغيير، يعني حيضيفوا الادمنز على الاغلب، احتمال يعني يضيفوا كم ادمنز فوق الشمس او القمر. يعني هلا جماعة زي كمان بالفيديو اللي نشرته بيك اكس دي كانوا طالعين الدراجات هدول. سو كان طالعين، وكمان كان طالع فليكر وجليتش يا جماعة، كانوا هون تقريبا، يمكن هون اتوقع كانوا مسوين زي بوابة. سو كانوا هم بيسووا بخططوا زي افكارهم الشريرة وهيك، بس بعدين بيطلع حكومات بخرب عليهم يا جماعة. هلا يوم طلع حكومات اتوقع يمكن قاعدين بيلمحوا على البوابة اللي ممكن احتمال تنفتح عند الشمس او القمر زي هيك. سو اكتبوا لي تحت رأيكم يا جماعة بالتعليقات. هلا بدي اروح اوريكم يا جماعه اماكن فراشات الخمسه، سو انفتحت واخيرا، هلا بعد يومين وست ساعات لحتى نهاي. سو ثواني شوي نروح ناخد الهاي الدراجه هاي يا جماعه، سكيت. ثواني شوي ندور هون نلاقي، تمام هون في واحد يا جماعه، اوكي هلا نحصلها. هلا ما بعرف اذا بعد ما نحصل هدول الاكوما اذا رح يعطونا اشياء نادره، ستيكر احتمال، معقول يعطونا ستيكر. يعني لو بيخلوا فيه ميزه مثلا انه كل تحديث يصير فيه زي هيك، يعني بحكي مثلا عن تحديث ميراكلز يعطونا اشي بالنهايه، ما يعني يكون جائزه مثلا ملابس، بلوزه زي هيك، او مثلا اشي بالشنطه نقدر ناخذه. شو عندكم هاد ريد بوي صح؟ ريد بوي جابون كمان شوي يا جماعة، دريد بوي، اوكي كمان دريد بوي تحول، شكله كمان كان طالع على القمر يا جماعة. الفراشة تبعه ما شاء الله قديش سريعة، هو غير ما شاء الله عليه. هلا كمان ضل اثنين، ضل ثلاثة يا جماعة، ضل ثلاثة من نلاقيهم. ثواني شوي ونضل كمان اماكن ما رحنا لها. ثواني شوي، ثواني ندور هون هنيك، وين ثواني هونيك في كمان عند الميراكلز، ما انتبهت. هاي اختي دريد بوي يا جماعة، سنعتبرها اختي دريد بوي يا جماعة. سو كمان شوف الفراشة، شوف الفراشة تبعها كيف بطيئة، دريد بوي مخليها تبعها سريعة، يمكن لانه ادمن يعني. سو هلا نروح نشوف المدينة كمان. اه هنيك كمان في واحد يا جماعة، نروح ناخده كمان. كمان ناخده، نشوف هاي كمان الفراشة تبعها سريعة. شفتوا كلهم بطيئين ما شاء الله. سو يا جماعة باقي واحد بس وخلاص بنخلصهم، بس نفسي اعرف ايش بناخد يوم نخلص الهاي. ها هنيك في واحد كمان، ان شاء الله يعطونا هيك اشي حلو. ما 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 بدي بستيكر، حرفيا تملت اللعبة بستيكرات، هيك فلوس يحطوها. هاي يا جماعة من رينبو هاي متحولة كمان مسكينة. سو خلصناهم يا جماعة، واخيرا اخر فراشة نصيدها. سو نايس، اوكي بس يا جماعة هذا كان مقطع اليوم، اتمنى عجبكم، بس اشوفكم مقطع جديد، سلام.